سلمى، هيك بنكون انتهينا من جولتنا الصباحية، بس أكيد مكفيين بفقرات صباحنا. غير وين رح نروح؟ رح نروح لمحطتنا الصحية ونحكي عن فيتامين د، واللي هو بيعتبر من أنواع الفيتامين المهمة للجسم والمعروف أيضا باسم فيتامين أشعة الشمس. لكن إمتى بيظهر عنا نقص بهالفيتامين؟ كيف بيظهر أعراضه؟ كيف ممكن نعالجه؟ موضوع رح نتعرف عليه أكثر مع الدكتورة تغريد حمود، أخصائية بالأمراض الداخلية. سعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. يسعد دكتورة، صباحك. بداية خلينا، كنا عم نحكي تحت الهواء عن أهمية الفيتامين د، وخصوصي بالشتوية لأنه العالم ما بتتعرض للشمس، وفيتامين د هو يعني بياخذوا العالم من الشمس. خلينا نحكي عن أهميته، وفي حال صار عوز أو نقص قد ايه بيأثر سلب على جسم الإنسان. هلا الموضوع كتير حلو مهم. الفيتامين د مثل ما قلتوا يعني بالمقدمة تبعيتكم انه فعلا هو هرمون اشعة الشمس، والشيء السائد دائما انه نحن ما حدا بيفكر انه 90% من حاجتنا اليومية من الفيتامين د بتجي من تأثير الشمس على الجلد تبعنا. اذا مهما كان الوارد الغذائي غني بالمنتجات يلي بتحتوي على الفيتامين د، فهذا ما بيأمن لنا اكثر من 20-30% من الحاجة اليومية. اذا فعلا هو هرمون اشعة الشمس. طبعا بالبدايات ما انتبهوا لمشكله الفيتامين د الا لبدايات القرن، يعني نهايات القرن التاسع عشر بدايات العشرين لما بلشت الثوره الصناعيه، فهون انتقلت الناس من الريف لتعيش بالمدينه، فلاحظوا انه الاطفال طبعا لما اجوا عاشوا بالمدينه عاشوا باماكن مغلقه قليله التعرض لاشعه الشمس، فلاحظوا انه الاطفال اللي عم يولدوا بالمدن مقارنه مع اقرانهم اللي عم يولدوا بالريف عم تكون الارجل تبعيته مقوسه، وهذا الشيء اللي سميناه الكساخ. طبعا بالتدريج اكتشفوا انه المشكله الاساسيه شو الفرق بين هدول الاطفال، انه هدول الاطفال عم يشوفوا الشمس، هدول الاطفال قاعدين ببيوت مغلقه ما عم تشوف الشمس. فهون بلشوا يفكروا ببدايات القرن العشرين انه فعلا نحن في عنا مشكله بالفيتامين د. طبعا العوز فيه كتير شائع اكثر نحن ما بنتخيل، في دراسات كتير لاحظوا فيها انه اكثر هي صارت بامريكا اول شيء، انه اخذوا عشوائيا ناس عم يراجعوا المشافي بشكل عام يعني بغض النظر عن اي شكوى، فلاحظوا انه 57% منهم هن عندهم نقص بالفيتامين د بجسمهم. اخذوا مرضى العيادات لاحظوا كمان 47% منهم عندهم نقص طبعا، وبلشت الدراسات عن نقصه للفيتامين د. طبعا لا يعني سالتيني انه شو يعني من اول شيء لنعرف انه ليش هو هرمون اشعه الشمس. هو هرمون اشعه الشمس لانه بالحقيقه لما بيتعرض جلدنا لاشعه الشمس تحت الجلد في عنا نوع من البروتين، إذا تعرضنا لأشعة الشمس الأشعة فوق البنفسجية بتحوله للفيتامين د تحت الجلد، فبيصير في عنا الفيتامين د 3. هلا لما بتحول لشكله الفعال تحت تأثير أشعة الشمس في له أكثر من تأثير. أول شيء إنه بيساعد على امتصاص الكلس من الأمعاء، إذا في عنا فيتامين د لما بنشرب كاسة حليب أو كاسة لبن أو جبنة نحن بناخذ حاجتنا من الفيتامين د. الشغلة الثانية إنه هو الفيتامين اللي بيثبت الكلس بالعظام، إذا بعكس اللي كان شائع من زمان انه بالعكس هو بينقص تثبيت الكلس، لا الدراسات الحديثه انه الفيتامين د هو فيتامين بيساعد على تمعدن العظام بسبب تثبيته للكلس ضمن العظم، وبالاضافه انه للتاثير الثاني له انه هو بيساعد على نمو العظام طولا. اذا الاطفال اللي عندهم كمان نقص بالفيتامين د بنلاحظ انه عظامهم هشه، بنلاحظ هشه لدرجه انه تقل جسمهم بيخلي العظام تتقوص، هي سبب هشاشه العظام عندهم. والشغله الثانيه انه هدول الاطفال بيكونوا اقصر من اقرانهم. هلا عند الكبار بالعمر لما بيكون في عندنا نقص بالفيتامين د، اذا مثل ما قلنا كونه هو الهرمون يلي بيزيد من امتصاص او الفيتامين يلي بيزيد من امتصاص الكلس من الامعاء وبيثبت الكلس بالعظام، اذا عند الكبار بالعمر بدهم يشكوا من الام عظميه بالبدايه. بالبدايه هي الالام العظميه بتكون الام موضعيه يعني موضعه، مثلا باسفل الظهر اعلى الفخذين. طبعا اكثر شيء شائع هي الام اسفل الظهر. هلا ممكن تكون عند بعض الاشخاص الام عظميه معممه، يعني بيجي المريض دكتور عظمي عم يجعني، ما بيحدد مكان معين. العرض الثاني اللي بيسببه نقص الفيتامين د هو الالام العضليه المعممه كمان. طبعا هي الالام العضليه ممكن تتظهر احيانا على شكل تعب ووهن عام، لانه اذا نقص الفيتامين د بده ينقص الكلس بجسمنا، والكلس هو
الفيتامين المعدني او العنصر المعدني الاساسي لتقلص العضلات وحركه العضلات. اذا ناقص العضلات ما رح تقدر انه نقوم بالنشاط اليومي المعتاد. فدائما بدنا نحس كمان بشكوى تعب ووهن عام، كل هاي الاعراض بتكون بالبدايه. طبعا اذا ما انتبهنا لهالاعراض وتطورت اكثر واهملناها واهمل المريض، بالنهايه بتنتهي بهشاشه العظام. طبعا هون بيجي المريض بمراحل كثير متقدمه، وبينذكر بالادب الطبي حالات وصلت لدرجه انه الجلوس الكامل، يعني انه عدم القدره على الحركه. طيب دكتوره، يعني هلا حضرتك حكيتي انه يمكن اكثر الاعراض اللي بتظهر هي شعور المريض بانه جسمه عم يوجعه، في وهن عام. اضافه لهيك، هل في شيء ممكن نحن نستشعره؟ هل في، خلينا نقول، تحليل او شيء معين لازم الاشخاص يعملوه كل فتره لحتى يعرفوا نسبه فيتامين د بجسمهم، هل هي مضبوطه او هن بحاجه لا ياخذوا فيتامين د؟ هلا في شغله يعني ذكرتيني فيها، انه كمان لما بنتعرض لكسور بردود بسيطه، مثلا بيجي شخص بيقول لك اني انا والله تفركشت انكسرت رجلي، او طفل صغير وقع عاديه انكسرت رجله او انكسرت ايده. اذا كمان الكسور بردود بسيطه او حوادث بسيطه، هذا برافو، لازم، او الكسور المتكرره كمان لازم تشير انه لازم نحن نعاير الفيتامين د. طبعا هو ينصح دائما بمعايرته مره سنويا. نعم. بشكل عام هلا النصائح يلي عم بتصير، يعني واللي كمان سوريا اشتغلوا فيها كثير يعني بهذا الموضوع الاطباء، والناحيه التوعيه الصحيه والتثقيفيه للاطباء اول شيء قبل لسه للمرضى، نحن صاروا عم نشتغل طبعا بالوقايه، انه نحن معروفه بكل دول العالم انه باشهر من بين الشهر ببدايات الشهر الثاني تشرين الثاني لنهايه شهر شباط، بالاصل هون الشمس غائبه او عم تكون مايله، يعني حتى لما عم تطلع عم تكون اشعه الشمس ما عم تجي عموديه على جسمنا، يعني اوريدي هدول عم يكون في عنا عوز بالفيتامين د. فلذلك بهي الاشهر لازم ناخذ حاجتنا اليوميه بشكل وقائي. تمام. يعني دكتورة مثل ما حكيتي انه في اعراض معينة بتصيب جسم الانسان، الوهن، التعب، احيانا في الام بمناطق معينة، تحليل قديش كمان مهم كل فترة الانسان يحلل مشان يعرف اذا صاير معه شيء او عنده نقص بالفيتامين، وهل بيتعلق الكالسيوم، اخذ الكالسيوم مع فيتامين دال؟ تمام. اذا نحن بدنا نعرف انه في عندنا نقص بالفيتامين د، مثل ما انه هلا مين هن، لازم نعرف مين هن الاشخاص اللي لازم يعايروا. فنحن اول شغله مثل ما قلنا انه الاشخاص يلي عم يشكوا من شكوى تعب ووهن عام. كمان هو احد الفيتامينات يلي لها دور بتساقط الاشعار عند الانثى وعند الرجل. نقصه هو الهرمون، طبعا انا دائما عم بذكر كلمه هرمون لانه صار تصنيفه هرمون، لانه اكتشفوا انه له مستقبلات موجوده بكل انحاء الجسم، لانه هو الهرمون باحد الدراسات ممكن يتعارض مع ادويه الهرمون الثانيه؟ لا ابدا. اكتشفوا انه هو الهرمون اللي بيثبت شيء بنسميه جين اللي مسؤول عن تساقط الاشعار. فلما عم ينقص الفيتامين د، هالجين اللي له مسؤول عن تساقط الاشعار عم ينشط اكثر. لذلك فعلا بنلاحظ حتى عند اطفال صغار، صحيح، بنلاحظ انه الاطفال اللي شعرهم قليل، او عند النساء لما عم يشكوا من تساقط اشعار، او الرجال طبعا الشعر فروه الراس، فلازم نفكر بعوز الفيتامين د. قلنا الاشخاص اللي لازم يعايروا اللي عندهم كسور، الاشخاص اللي عندهم سوء امتصاص، الاطفال او الكبار اللي عندهم سوء امتصاص، اللي عندهم سرطانات، الكبار بالعمر، لانه الكبار بالعمر بشكل اساسي بيصير في عندهم تغيرات بالجلد، لذلك بيصير استفادتهم من التعرض لاشعه الشمس قليله. اذا كمان هن من الزمر اللي بنعتبره انه عنده الخطر للتعرض لنقص الفيتامين د. طبعا لاحظوا باحد الدراسات كمان انه اذا عوضنا الفيتامين د عند الكبار بالعمر واعطينا جرعات الوقائيه اللي هي تقدر بحوالي 2000 وحده باليوم وسطيا، لاحظنا انه منكسر عنق منقص كسور عنق الفخذ بما يعادل 50%. ونحن بنعرف انه كسر عنق الفخذ عند الكبار بالعمر هو الكسر يلي بنعتبره كسر الموت. فاذا نحن بدنا نعاير، اذا فينا بنعاير كالسيوم الدم ومنعاير الفيتامين د بشكل اساسي. طبعا في معايرات ثانيه بس مبدئيا ما في داعي انه ندخل فيها الا اذا كان شفنا في الحاله كانت متطوره مرضيا. هلا في شغله بحب انه كثير نوه لها، انه في ناس بيعايروا الكلس، بس الكلس لحاله. هلا بيطلع عنا الكلس طبيعي، بس بالحقيقه الجسم، بس هذا مو معناته اذا كان الكلس طبيعي انه ما يكون في عنا نقص بالفيتامين د. بالحقيقه الجسم عنده الاليات الثانيه يلي تقدر تاخذ الكلس من العظم للضر رافعه كالسيوم الدم، تحافظ على مستوى كالسيوم دم طبيعي.
اذا بهالحاله نحن عندنا نقص بالفيتامين د، بس نسبه الكلس الطبيعي هي عم تجي من عم ناخده من العظم تبعنا طبعا، وهذا الشيء اللي بيساهم بتطور بالمستقبل هشاشه العظام والنقص بتمعدن العظم. طيب دكتوره خلينا نحكي عن طرق التعويض، يعني دائما لما بيكون في نقص بفيتامين معين او بهرمون معين، في ناس بالبدايه بتبلش هي من حالها تعالج نفسها، مزبوط تختار تروح لعند صيدلاني تاخذ دواء، تقرر من عندها انه انا جسمي واجعني وسمعت على التلفزيون الدكتور عم بيقول فيتامين د رح اخذ هيك كوشه ادويه من عندي وشخص لحالي. شو خلينا نحكي عن طرق التعويض، واذا بتختلف طبعا بين الرجل والمراه والاعمار حتى. طيب هلا اذا نحن قلنا انه اول شيء بدنا نفكر، اول شيء اذا بدنا نقول بالغذاء، لانه الكل بيقول لك انه انا غذائي جيد، انا عم باكل جبنه، عم باكل مهما كان الغذاء غني، هذا بيعطيني 200 ل 300 وحده. هلا نحن كاشخاص بالغين بدنا على الاقل 2000 وحده باليوم. البقيه منين بدنا نجيبها؟ من اشعه الشمس. طيب ما عندنا اشعه شمس، المعنى نحن بدنا ناخذ الحبوب. هلا عندنا مجموعه من الادويه يلي هي ممكن تعوض. طبعا الدول الغربيه عوضت هذا الشيء انه دعمت الغذاء تبعها، دعمت العصير، دعمت الحليب، اللبن، كله اضافت له الفيتامين د. نحن عنا هون هلا ما في هي الخطوه، مع انه كان عم يفكروا فيها، فالمعنى نحن ممكن نحصل عليه من من الادويه. هلا عنا انماط مختلفه، هلا الاشخاص اللي فعلا عندهم انخفاض بالفيتامين د بجسمه، هدول ممكن نعطيهم ابر اسبوعيه لمده 8 اسابيع وبنرجع بنعايره لما بنوصل للمستوى الطبيعي يلي نحن بدنا اياه، اللي هو تقريبا فوق ال 30 نانو جرام لازم يكون. هون بنبلش بقى بالجرعات الداعمه طوال فتره اشهر الشتاء يلي هي 2000 وحده باليوم. طبعا الاشخاص مثل اذا بدنا نعمل وقائيا، طبعا في لازم نحكي انه في ادويه بتتاخذ شهريه، هلا احنا ما عندنا بالحالات الشديده والحاده. هلا وقائيا ممكن ناخذه على شكل معالجه دوائيه واللي هو نفس الفيتامين د وكانه تعرضنا لاشعه الشمس، واللي هو بيعادل 2000 وحده باليوم، يعني بدنا بالاسبوع تقريبا 20000 وحده 25000 وحده وسطيا. تمام. يعني دكتورة شو بيفرق حالة النقص عن العوز؟ يعني في نقص بالمخازن وفي عوز، يعني أحيانا ممكن يكون طريقة العلاج مختلفة أو المدة الزمنية اللي بياخدها المريض، أنه مثلا أقل فترة من اللي عنده عوز، وهل اللي عنده عوز أنه لازم ياخد إبر مع الدواء؟ هذا الشيء بدنا نسأل. لا هلأ لما نحن منشخص أنه عنا نقص يعني عوز بالفيتامين ده، فهون بدنا نعالج دوائيا، انه بدنا نرجع نرفعه للمستويات الطبيعيه تبعيته، فهون اجباري بدنا نعطي جرعات دوائيه علاجيه. تمام. يعني قصدي انه احيانا بيكون في نقص بكميه معينه، بس احيانا في مراحل متقدمه، يعني بيكون ما نحاسس المريض انه صاير عنده نقص فبتتفاقم هيدي الحاله، فالابر امتى بتتاخذ والدواء امتى؟ بهي الحالات لما بيكون في عندنا نحن فعلا كتير في عنا عوز فيه، صحيح، نازل أكثر من 20 وأكثر من 10، وعنا أعراض سريرية، إذا هون نحن بدنا نعالج يعني مثل ما بنقول علاج كامل، دوائي كامل، بحيث أنه نرفعه خلال فترة لا تقل عن شهرين لثلاثة أشهر يرجع للمستويات الطبيعية تبعيته. خلال شهرين لازم يرجع للمستويات الطبيعية لحتى نرجع يرجع عظامنا ترجع تقوى ونزيد تمعدن تبعه. هلأ جرعات الوقائية مثل ما قلنا كل الأشخاص فيهم بياخدوها، بس طبعا يفضل أنه تحت إشراف طبي. طيب دكتورة بالعموم، يعني اليوم هيك حكينا شوية تفاصيل أكتر وكيف الناس ممكن تكتشف شو ممكن تساوي، خلينا نروح لأبرز نصيحة اليوم توجيها لكل يلي عم بيتابعنا لحتى نختم فيها حديثنا لليوم. هلأ اللي أنا بنصح فيه بأشهر الشتاء لازم نحن لازم ناخده بشكل وقائي، لأنه أكيد أكيد ما حدا عم يتعرض، نحن تعرض لشي أكيد، هاي أول شغلة. بأشهر الصيف لما نجي بعد شهر آذار، لما نمنجي بيكون في عنا شمس بتكفي، لازم يتعرض الطرفين العلويين يعني الزراعين والساقين لمدة تحت أشعة الشمس لمدة 10 ل 15 دقيقة 2 ل 3 مرات أسبوعيا ما بين الساعة 10 و 3 بعد الظهر لحتى نحصل على الكفاية اليومية تماما. يعني يا دكتورة اللي حكيتها عنه والنصائح اللي قدمتيها يمكن كتار ومننا نحن منجهلها، بدنا نتشكرك كتير، إن شاء الله يكون قدرنا نوصل رسالة لجميع اللي عم يعانوا من آلام المفاصل بفترة الشتوية اللي كتير صعبة هلأ، فشكرا كتير لحضرتك وأهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. شكرا كتير لك.